السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا السيد الرئيس وسيد نائب قائد قيادة وعي. فيما يتعلق في هذه النقطة الثالثة المتعلقة بشبكة الماء لصالح الشرب بتراب جماعة بوعرك، فإنني أعرض عنكم مشكلتين المتعلقة فيما هو تقني وما هو تجاري. وأنه بما نبدأ بما هو تقني، نلاحظ في فترة السابقة أن بعض الأزقة استفادت على غرار الأخرى من قناة الرئيسية للماء بما يسمى لانين برانسيبال، والقصد هنا الإخوان قناة التي تدوس في الشوارع. وكذلك الملاحظ أنه تم تسجيل بعض المنازل على غرار الأخرى، وربما هذه كله خطأ أو لم نعرف في مجلس السابق. والشق الثاني ما هو تجاري، كنت كنتمنى السجالة اللي يحضر معنا باش يجاوبنا لهذه المشاكل التي نعيشها. أنه حسب شكايات التي توصلنا بها بكل من الدواوير التالية من دوار عمر والدوار إمزريين والدوار تاوري توشن التابعة لنفوذ التراب جماعة وعلي، كاين واحد المشكل أنه الناس خلصوا السوايع ووصلوا الدفعة المسبقة أو خالص كامل أو عنده الريسيب، وهاد الناس إلى يومنا هذا ما استفدوش. والمشكل هنا واش كاين في المركز ديال المكتب الوطني للصالح للشرب لونيب، دابا ما عرفناش فين هذا المشكل، بغينا نعرفوا هذا المشكل فين هو. وبإضافة كما قال السي عبد الرحمن أنه حنايا اللي كنسميوه حنايا ضحية، كيجيو عندنا كيقولوا راه أنتم حنايا مسؤولين عن هذه الساكنة. بإضافة إلى المشكل الآخر أن الساكنة كتمشي تخلص وكيقولوا لهم لا ماشي هنا، وراه عندي هنا عدة الناس من بين التوصيل ها هما كاينين هنا وفوتوكوبي ديال الساكنة والعارضة هما هنا كاينين هاد الناس اللي كاملين. مشكل كبير في أنه في الدائرة من بين فوتوكوبي ديالهم هما عدد ديال فوتوكوبي ديال الساكنة من هاد الساكن هو الدوار المزرية، راه كاينة في الضاحية كبيرة. والبارح يلا خرجنا تماك أنا والسي كريم والسيد الرئيس، كاين مشكل كبير اللي عندنا تما كنعاني به. السيد مصلح بأنه شوفوا هنا شي حل اللي غنخدمها. عدد ديال فوتوكوبي ديال الساكنة من هاد الساكن هو الدوار المزرية، راه كاينة في الضاحية كبيرة. والبارح يلا خرجنا تماك أنا والسي كريم والسيد الرئيس، كاين مشكل كبير اللي عندنا تما كنعاني به. السيد مصلح بأنه شوفوا هنا شي حل اللي غنخرجوا من هاد المشكل اللي فيه. والمشكل اللي كاين آخر أنه في عجلة واخا السيد الرئيس خلاني نهضر. فشلتيني يا الرئيس صراحة، والله إلا فشلتيني. والدليل الموس أن كاين بعض المناطق مثلا بلوك 46 والبلوك ديال 47 أنه تستافدوا من هذه القناة، بأنه واخا أنه البروشمو كاين بعيد، وما أنه في الدائرة ديال المزريين كاين أنه الساكنة هنا عدد الدوائر الساكن عدد المنازل ما استافدوش. هذا السؤال هو المطروح، بغيت نعرف انه كاين دار هنا والقادوس دايز منا ودار منا وكاين عدد الساكن على ما يزيد كاين على ما يزيد 20 دار ما استافدوش. هنا السؤال المطروح، واش الخطا كان في المجلس السابق ولا كاين في لونيب؟ يعني هذا السؤال اتساءل على لونيب، كنتمنى تجاوبني على هذا السؤال. والسلام عليكم ورحمه الله.